تسلم يا غابتل دولار شارك. هنا من مونتريال بكندا وعلى وقع شعارات قادمة من ضفاف البحر الأبيض المتوسط، يلتقي أعضاء من الجالية الجزائرية بحي سان ميشيل يتحاورون فيه عن أحوال البلاد وما آل إليه حراكهم في عامه الأول. كيبدأ بقوة مالجري التعتيم الإعلامي، مالجري التخويف، مالجري التخويل، الناس هذوما راهم عن بالهم وش حابين وما كانش حتى حاجة راح تحبس. المقهى السياسي عنوان للقاء أسبوعي موضوعه اليوم مكاسب الحراك وتحديات التعبئة. Est-ce que vous vous êtes demandé si nous avons une plateforme d'accord sur laquelle on doit travailler. كما يقولوا بالعربية ما أعيب على هذا الفضاء هو أننا chaque fois on a des idées merveilleuses et puis je ne vois pas beaucoup de concrétisation. بعد عام من الخروج بالآلاف في المظاهرات السلمية، آن الأوان لوقفة للتقييم والتباعد. قل أروح معنا في الحراك، وإذا ما قلنا في الحراك عندنا أنت الحل، إحنا نجمع. لوبجيكتيف دو حراك سي با دات ريبريزونتي. هو ديجا سي ان ريبريزونتون وحده. أنا حبينا ولا كان أنا كاتي زومباسادور تاع الحراك. وهم يحضرون للتجمع أمام القنصلية الجزائرية في مونتريال، أين بدأت المظاهرات منذ عام، يصل خبر الإفراج عن نور الهدى. حراكية شابة أودعت السجن بعد أن عبرت عن رأيها. خروجها من الزنزانة كان له أثر إيجابي على معنويات المتظاهرين، فكان الرد شعرا. لكل ثورة أيقونة تنير لها المدى، وأيقونة ثورتنا نور على هدى، فخر هي لكل امرأة تغازل الحرية.